وهذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا لا يقبل تفسير أحد بعد تفسيره عليه الصلاة والسلام. فما روي عن بعض العلماء من تفسير هذه الآية على أنها نزلت في المشركين، وأن هؤلاء المشركين إذا رأوا الموتى وعاينوه قد أبصروا الحق، فتسألهم الملائكة عن هذا الحق فيقولون قالوا الحق وهو العلي الكبير، وذلك لأن هؤلاء العلماء نظروا إلى ما قبلها من آيات وأنها تتحدث في الشرك والمشركين فقالوا بهذا القول. ولكننا نقول جاء القول والتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى مثل هذا التفسير.